مساء الفل والهنا على كل حبايبنا على شاشة القاهرة والناس، ومساءكم فل. النهاردة إن شاء الله لسه مكملين في لو. امبارح ناس كتير ما عرفتش تفسر لنا موضوع لو، فقلنا النهاردة هنكمل موضوع لو بس هنفسره شوية. ما تخليش لو تبقى هي الشماعة اللي تعلق عليها كل الفشل أو كل حاجة وحشة أنت مش عارف تعملها، وما تخليش لو كمان توقفك عن كل حاجة نفسك تعملها. خليها لو دي تحطها سلمة تطلع عليها للحاجة الحلوة وللخير. يعني مدام أمل امبارح لما كلمتنا حتى فكر في كلامها وعيده وزيده واسمعه كام مرة، لقيتها قالت كلمة حكمة قوي. قالت لي يا غالية خلي لو تبقى دايما في عمل الخير، خلي لو في كل حاجة كويسة تحب تعمليها، وده كان أحسن كلام. فاحنا لسه مكملين في لو، ولسه بنقول لحبايبنا ما تخليش لو تأخرك، ما تفضلش تقول لو كنت عاوز أعمل، لا ما تخليهاش تأخرك عن حاجة كويسة أنت كنت عاوز تعملها. خليها سلمة تطلع عليها تعمل الحاجة الحلوة اللي أنت عاوزها. وبعدين على رأي المثل قالوا في الأمثال زمان، ما كلمة يا ريت ما تعمرش بيت. واسعى يا عبد ونسعى معاك. ودي احنا هنسعى النهارده ونعمل اكله خفافي. النهارده هنعمل اكله قديمه حلوه، وبعدين كمان بتوفر وبترمي كتير. هنعمل كفته بالرز المسلوق، دي اكله قديمه وحلوه وكنا بنعملها زمان قوي قبل ما نعمل كفته الرز والكلام ده كله. نص كيلو مقدارها سهله، نص كيلو لحمه مفرومه، ومعانا كوبايه رز مسلوق، مسلوق على الاخر مهري زي اللي بنعمله للرز ابو لبن، ومعانا بصلايه مبشوره متصفيه من الميه، بصلايه مبشوره متصفيه من الميه، ومعانا ملح وفلفل وبهارات كفايه قوي. الحاجه اللي موجوده في البيت، عاوزه تحطي اي تحطوا اي توابل تانية موجوده تحبوها ماشي. معانا هنا دقيق وممكن بقسماط او ممكن الخلطه اللي بتتباع عند العطار دي اللي بتعمل الكفته والفراخ بتبقى مقرمشه بدل البقسماط، ممكن تحطوا بقسماط وممكن تحطوا الخلطة دي، رخيصة قوي برضو وكويسة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللحمة ومعاها البصل، البصل يكون ناشف. بصوا مفرفط ازاي، مفهوش مية، عصرينه من كل الماء اللي فيه عشان الكفتة دي ما تفكش. وادي الرز، كوباية رز مسلوق، الكوباية تبقى متعايرة مسلوقة، لان لو عايرتوها نية هتبقى تلات كوبايات مسلوقين. عايروها مسلوقه، يعني بعد ما تسلقوا عايروها مسلوقه. نيه تبقى ربع كوبايه لان هتزيد اهي. وادي البهارات والملح والفلفل. كده هنعجنها بقى، عاوزه عجنه كويس قوي تعجنوها. الرز ده لازم يخش فيها عشان تتعجن كويس. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا بقى متعودين ان بيبقى معانا ضيفه، معانا ضيفه النهارده عندها برضو قصه حلوه، ما وقفتش على لو. ضيفتنا النهارده ما وقفتش على لو، حققت حاجات كتير قوي 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 وما وقفتش لو في سكتها، وكمان هتعمل لنا اكل يحبوه الكبار ويحبوه الصغار. فان شاء الله النهارده ضيفتنا تعجبكم.